ده عايزين ندي فرصة لأختنا ولا بنتنا العزيزة إسراء إبراهيم باني. إسراء سودانيز أمريكان، واللي ما بعرفوها هيعرفوها هسه إن شاء الله. إسراء قاعدة حاليا في الإمارات وحاولت من الساعة 5، متخيل كده؟ احسبوا معايا يا جماعة، الساعة 5 في لندن 9:30، من 5 هي بتحاول تدخل ما قدرت. يعني التكنيكاليتيز اباوت الحاصل هسه ده للبلاك امريكانز في امريكا. And I wanted to put on a hat بالأول حقيقة كمذر. Okay. يعني أنا ما قادرة أقول لكم قدر شنو I am exhausted. I am exhausted. Burden بتاع different hats that we wear as Sudanese Americans. في hats كثيرة that we wear. We wear a hat. السنة الفاتت we were full on. يعني ditching كل الهات we were wearing a hat fully. بتاع الثورة، الثورة السلمية بتاعة السودان. جينا داخلين في المشكلة بتاعة الكورونا with the beginning of the year. فall hands on deck كان في الحملات الحاصلة في السودان itself with what's happening in corona. بعدين our a lot of us our homeland هناك في the United States of America حصل الحصل right now. بتاع ال Black Lives Matter movement جات راجعة. هي دي ما أول مرة، في دي أول مرة لناس كتار يسمعوا بالموفمنت الحاصل في أمريكا. It's new to them. في ناس كتار مركزين على القضية بتاعت جورج فلويد، لكن القضية بتاعت جورج فلويد دي is just the tip of the iceberg. وقبلها كانت في أحداث كثيرة اتصفت قبل ما إنه شنو زي ما قالوا it broke the camel's back. فالحملة of course بتاعت Black Lives Matter من سنة 2013 أول مرة لما حصل ال death of Trayvon Martin اللي هو طفل كان ماشي الدكان يشتري حلاوة وجراجع وكان ماشي بالليل وقاموا شافوه لأنه كان لابس هودي اللي هو يعني بيشوف يعني lots of teenagers بيلبسوها just a regular hoodie. قاموا ال people who are patrolling the neighborhood طخوه ومات. دي كانت أول مرة كانت في حملة بتاعت Black Lives Matter. فالناس قالوا كيف how can you do that؟ والزعل الأكبر كان إنه الزول الطخاه ما مسش سجن. يعني مثلاً قال له شنو يعني أعمل 400 ساعة بتاعت volunteering كده ولا حاجة زي ده تطوع لمدة 400 ساعة. فالناس دي أول مرة كانوا شنو قالوا هل دي حاجة إحنا برانا شفنا إنها حاجة it's racism والحاجات دي ولا العنصرية ولا كده ولا دي you know we're still living it. المرة البعادة طوالي اللي هي حصلت ال second uprise بتاع Black Lives Matter movement كانت في حكاية جيمس براون. ده كمان قالوا إنه احتمال إنه سرق شنو صندوق بتاع سجائر. جمارق الولد برضو 16 18 عمره يمكن 18 سنة. and قاموا قال للبوليس أنا ما عندي حاجة ما عندي weapon ما عندي حاجة ويدينه كانت مرفوعة وشنو قاموا ضربوه several طلقات. ده يعني ده ما بالليل ولا بالتخفي ولا كده عيان قدام الناس. فدي أول يعني مرات في ال recent times إحنا بدينا شنو نفكر عن ال experiences بتاعتنا. وأنا أقول لكم شنو علاقة السودانيين للأفريكان أمريكان كوميونيتي ولا البلاك أمريكان كوميونيتي أقرب لعلاقة السيخ للمسلمين بعد 9/11 اللي هو شنو الأمريكي الأبيض لما يشوف له واحد سيخ سيك لابس عمة طوالي بيفتكر إنه مسلم فبيبدأ شنو تو يستعمل العنصرية اللي عنده حق ضد المسلمين للسيخي. فبيحصل شنو بيجوا شنو الكوميونيتي بتاع السيخ بدوا يتعاطفوا مع المسلمين لأنهم هم شنو هم ما مسلمين لكن بيشبهوا المسلمين لكن شافوا كيف إنه بيكرهوا المسلمين so much لدرجة إنه شنو حصلت this this association لأنه في عدم معرفة. The Black American community is different from the African community immigrants. We need to take a minute and know that our own immigration came on the backs of the Black Americans
في يعني قتلوهم or they did all of this stuff عشان يكون في civil rights movement عشان إحنا نجي سهلة بالنسبة لنا إحنا ما we weren't يعني ما جابونا through ال slave trade اللي هو كان فيه 12 مليون 12 or 12.5 مليون جابوهم عشان يبنوا البلد من غير identity they stripped from them identity ما عندهم كان rights ولا الحيوان كان عنده rights more than that فإحنا جينا شنو by looks إحنا we're associated with the black American community استحالة أنا أكون سايقة عربية ما يفتكروني I'm black American يعني في a lot of Sudanese especially I say the Sudanese that look black American في سودانيين كثار you know لو ما لابس ما لابس حجاب وما لابس كذا ممكن يكون شكلك لاتينو ممكن يكون شكلك عربي ممكن يكون شكلك وايت ممكن يكون شكلك أي حاجة ففي بعض السودانيين أو بعض الأفارقة they don't go through the same stress that we go through في بعض الفئات of like of immigrants جد متأثرين شديد بالحكاية دي إحنا يعني برضو the other thing is that لما أنت تكون immigrant yes or something في certain فئات مثلا my father أصلا جاء لأمريكا through visa اسمها special abilities قدم لها لأنه you know عنده his PhD وحاجات زي دي جابوه للUS فال experience كان a little bit different إنه how you came فجينا already ahead of the game ليه أكيد you're gonna be in better neighborhoods and schools are gonna be a little bit better أكيد you're gonna go to college حاجات كثيرة جدا like this وما بس كده we have to برضو take a minute to realize ما بس هم ساعدونا إنه to go into أمريكا كسودانيين أمريكان بس على أكتافهم سودانيين كتار بناخذ منح للجامعات على أساس إننا black Americans لأنه لأي طلبية that or any application that you fill out لازم تقول لهم أنت Caucasian أنت Black أنت Latino أنت Asian أنت شنو فإحنا يعني as Sudanese Americans إحنا a lot of us بنقع في الفئة بتاعت African American because we're African and American لكن هم قدر شنو ناضلوا عشان يعملوا laws اسمها affirmative action عشان يساعدوهم يدخلوا لل law schools ويدخلوا لل medical schools وبتشوف a lot of the times ال medical schools مليانة بشنو سودانيين people from Nigerian backgrounds whatever الناس and pushing their children يعني to exceed فما بس كده بعد ما ناضلوا وأدوهم الخانات دي جينا إحنا مليناها ففي a lot of يعني بقدر ما الناس مركزة في أبيض على أسود you know black and white movement black and white people في ناس كتار جدا we all need to look at how إن الناس دي اتظلموا over time and time again from a lot of مجتمعات يعني ما لاقينا من منو لا لاقينها من ال Asian community لا لاقينها من ال African community لا لاقينها من ال Muslim community لا لاقينها يعني it's a very very difficult situation that they have been in so الحتة اللي أنا دايرة أتكلم عنها شنو ليه specifically George Floyd ده ولا ال case بتاع George Floyd ده was a very difficult case for me لأنه قبل كم سنة إحنا we were following قالوا لنا شنو بعد ما so many people اتقتلوا I want to lower the volume here بعد ما ناس كتار اتوفوا جا قالوا لنا شنو قالوا لنا زمان إحنا كنا بنتكلم مع عيالنا right أنا عندي ولد صغير اسمه شريف كنا بنتكلم مع عيالنا يعني they recommended إنه people you know there is a set of rules اللي ممكن تدخلك in trouble يعني بيجو يعني there is a list of things يعني حتى في ال في ال في اللايف اللي كان قبل ده كانوا بيتكلموا عن شنو don't run لما البوليس يجي ما تتكلم back اسمه شنو ده خلي يدينك up عشان ما يفتكروا عندك gun ما تجري فجأة ما 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 في لستة لقينا إنه شنو اللستة دي ما بتشتغل it doesn't work so قالوا شنو اوكي من السنة تاني لانه في ناس كتار قالوا انهم مظلومين وماتوا والبوليس قال نو هم they did this ولا كان في عندهم gun او مثلا خد مسدس جنبك وكده بتكون متهم انت سو قالوا شنو انه البوليس لازم to wear body cameras
عشان شنو تاني يتسجل all of this stuff. والother thing is that انت لو شايف لك زول getting stopped by the police ولا كده, they encourage you to film it. ليه؟ عشان we were gaslighted, صح؟ لمدة طويلة جدا gaslighting ده شنو؟ انه يعني they make people believe انه الحاجات دي ما حاصلة اصلا. It's not real. ما حاصلة. It's not real, right? فالحصل في القضية بتاع جورج فلويد دي اللي هي يعني people are just like, اولا حصلت كم وفية بتاع زول قاعد جوا بيته, اوكي, لا جاري, لا في الدكان, لا البوليس موقفه, لا كده. تاتيانا دي كانت قاعدة في البيت تتفرج تلفزيون, ولد أخته قاعد جنبها عمره 8 سنوات, جو من الشباك شاتوها. بعدين في النهاية قالوا شنو, أوه معلش البيت الغلط, وده خلاص انتهت حكايتها كده. بريانا تايلر نفس الشيء, اللي هو كان عيد ميلادها قبل يومين عمرها 27 سنة, جو قالوا شنو, قاعدة في بيتها نايمة في سريرة, جو شات من غير ما يدقوا الباب, جو داخلين شاتوا 20 طلقة, 8 منهم كتلتها. كمان قال لهم معليش البيت الغلط, البيت الغلط بس, that's it. وأسدة في آخر واحدة حقت جورج فلويد ده ولا أماد أوبري ده كانت غريبة جدا. ماشي جاري ناس كده جاهم مساج قالوا they had an instinctive feeling إنه is مجرم. زول ساكت جاري جا شاتوه ومات, شاتوه ومات. أوكي, فجورج فلويد لمن أنا عاينت للكيس ده جد جد الناس حست بليفل بتاع إحباط وهوبلسنس ما في بعده إحباط وهوبلسنس. ليه حسن بالإحباط والهوبلسنس ده؟ لأنه الكلام اللي كانوا بيقولوا لنا نقوله لعيالنا ما حينفع, ما حينفع, لا كان جاري لا كان لا كان لا كان. القصة اللي يعني قلت لنا إنه نحارب عشان و to stand up وبتاع عشان نعمل policies إنه يكون عندنا body cameras, الزول اللي كان laying on him لمدة 9 دقائق في رقبته كان عنده body camera. دوليس ديل كلهم كانوا عندهم body cameras. ال confidence, ال 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 الثقة النفس اللي كانت عنده إنه كان هو عنده كاميرا وكان بيطبح له بزول في daylight في الشارع فاتح, بقى إنه شنو الحاجات اللي بتغشونا بها كل مرة, إنه أمشوا أعملوا الله ده, أمشوا أقيفوا, ما تكونوا زعلانين إنتوا بالقانون, بالقانون كل حاجة بالقانون, أوكي, قلنا بالقانون, أوكي الناس مشت هنا ومشت هنا وعملوا شنو, ده كله ما نافع, معناها في حاجة under الشيء ده كله that is working, لأنه everything was not working. بالذات الكيس بتاع جورج فلويد ده is like okay بالقانون حقكم is not working right now, right, في حاجة that's stronger. And الناس كانوا they're filming, كانوا يقول لنا شنو film عشان الرايت بتاعت ال people filming, يعني what did the filming help us with, they filmed it من كل ال angles, من كل ال cameras, كل ال angles, وتسعة دقائق الناس filming والراجل بيطبح في زود, يعني يدينه كمان في جيبه كده. يعني when people looked at this لقوا انه السيستم كله مبني على حاجة, ما في حاجة اسمها بالقانون, لانه that system, that قانون it's not working. فده level انه يعني اللايف, الحياة بتاعت الأمريكي الأسود هناك أقل من علبة سجارة, أقل من $20, أقل من كده, زائد إنه كل الحاجات اللي بتخمونا بها دي is not gonna change, it became a really big problem. And I think إنه this is جد يعني الرجعة بتاعت دي is really hard. What I wanted to bring up is the following, okay? بس عشان to a little bit go through this and wrap it up a little bit. الحاجة الناس they don't really realize is that
ما في طريقة إنه زول يمشي لقدام من here إلا to go back. To go back, back, back in history. Okay? لأنه المستاء منه لغاية السنة في جملة الناس بتقولها اللي هي شنو؟ Black Lives Matter. حياة السود بتعني شيء. هل تصدقوا إنه الجملة دي في حد ذاتها لغاية الليلة السيدة في أمريكا جملة controversial شديد جدا؟ الشكلة بتقوم. People can't even agree. ما بيقدروا إنهم يتفقوا على إنه Black Lives Matter too. Black Lives just matter. ما قادرين يتفقوا على matter. يجوا الناس يتكلموا عن equality. Equality ده level شايفاه هنا. Level بعد إنه ممكن نتفق إنه حياة السود لها معنى. ممكن نتفق إنها يعني لها معنى أكتر من علبة سيجارة. ممكن نتفق في الحتة دي. لا الشكلة قايمة. للآن الشكلة قايمة. نص البلد ما عايزين الناس يقولوا إنه Black Lives Matter. إلا الناس تقول All Lives Matter. لكن إحنا ما في يعني عايزين يقولوا إنه كل الحياة كل أنواع people they matter. ما ممكن تقول إنه حياة السود matters. ما في equality في أمريكا ليه؟ لأنه البيض في أمريكا عندهم 400 سنة متقدمين على السود. السود في أمريكا قضوا 246 سنة في استعباد. وأنا لما أقول لك استعباد ما زي حق يعني الاستعباد اللي بيشوفوا حتات التانية وذول يقول لك الخدامات في معرفة في بلاد معرفة وين والخدامات في لبنان معرفة شنو. نتكلم عن الاستعباد. نتكلم عن إنه ناس اختطفوهم من الشاطئ في أفريقيا ودوهم حتى غيروا لهم أسماءهم غيروا لهم ديانتهم ما قروهم ما خلوهم يقروا بخطوهم بالشاكل زي الحيوانات كده بعروهم يعني بيقتلوهم. كان في بيكنيكس تعرف زي ال بيكنيك زي لما الناس يجوا مع بعض يكون عندكم حفلة بتاعة أقاشي ولا حاجة زي دي. كانوا بلموا ناس العائلة ويجيبوا أكل وحاجات زي دي وبيعلقوا لهم أسود. لما تشوف الصور أطفال صغار وحاجات زي دي بيأكلوا في سندويتش والحاجات زي دي في سود معلقين من الشجر. عينت المرأة بتاع like this يجي يعلقوك. طقشت زول بالغلط يجي يعلقوك. 264 سنة كده اللي كانوا في الجنوب كانوا بلقطوا قطن واللي كانوا في الشمال كانوا بيعملوا فابريك تكستايل موسلي. 264 سنة. يلا بعد ذاك قضوا يعني بعد ما يعني قالوا they freed the slaves وحاجات زي دي نص البلد كانت ما راضية. قضوا 89 سنة في segregation. ده كان وقت ما كانوا يقول لك الباب ده للبيض والباب ده للسود والموية يعني ممكن تشرب من الموية دي للبيض والموية دي للسود والحاجات دي. مية سنة. إسراء أنت سامعاني يا إسراء؟ سامعاني؟ العقلية دي مدمرة أصلا. مدمرة. إسراء سامعاني أنت؟ مدمرة. سامعاني؟ مية سنة. دي بعد 246 سنة من الشدة. Segregation. ما دارين في النهاية شنو طخوا لهم مارتن لوثر ما عارف شنو قاموا شنو أدوهم الفريدم حقهم ده اللي هو يا دوب عمره 60 سنة يمكن 66 سنة يا دوب تطس عمره 66 سنة. يعني السود ديل قبل 66 سنة كانوا مستعبدين أكتر. ناو غيروا السيستم. يلا زمان كانوا لما they live in these segregated towns segregated areas لما حصل الـ desegregation لسه عايشين في نفس المناطق قاعدين يهتموا بها. أنا I can't hear you. دقيقة. Can you hear me? بروفيسور علام. أي سامعني؟ now,
سامعني يا إسراء؟ معلش في لاج، فأنا مستني أسمع من دكتور علام. ما مشكلة، عني يا إسراء، بس ركزي على العربي. أرسل لي تكست. يا أنا سامعاك، لكن في لاج بتاع دقيقة، متأخر دقيقة أو أكثر. خلاص ما فأنا لو مشكلة. تسمعني هسه بكون أنا قلتها قبل دقيقتين. أركز بالعربي. يس. أوكي، سمعت من دكتور علام إنه المفروض أركز بالعربي. المضحك في الشغلانية دي كلها، تخيلوا أنا في عقلي الفترة دي كلها أنا بتكلم عربي، في عقلي أنا قايلة نفسي بتكلم عربي، فجأة قال لي ركز في العربي. I don't know، أنا كان بقول في شنو، لكن طبعا لأنه في 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 كلمات كثيرة جدا يعني تعلمتها whatever، ما استعملتها بالعربي. العربي حقي بتاع ونسة، يعني لما نمشي السودان نتونس مع العائلة وكذا، فيعني ما قاعدين نتكلم عن segregation وحاجات زي دي، لكن بحاول إن شاء الله أقولها كلها بالعربي، بس ما تضحكوا فيني. That's the thing. فإحنا رجعنا لوين؟ إنه ال 66 سنة بتاعت الحرية بتاعت السود والأمريكان السود دي، هي الناس بتستعملها السدا عشان تقول لك الأمريكان السود ده شنو؟ أوكي؟ بيستعملوا ال 66 year بتاعت الحرية دي. لكن البيض كان عندهم شنو؟ 400 سنة، 400 سنة ادفانتج، يعني 400 سنة قدامه. فبيجوا ناس بيقول حاجات بيجوا الناس بيقولوا حاجات زي شنو؟ زي ليه ما مس يوقف المخدرات من 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 ال من المناطق بتاعتهم، من الأحياء بتاعتهم، ليه ما بس يمشي المدرسة؟ حاجات يعني غريبة جدا. أوكي، أنا يعني لما تبدو تعاينوا الأمريكي الأسود، لو قدمت لي بيت في منطقة تانية ما بيقبلوا لك الابليكيشن حقك، لو قدمت عشان تاخذ قرض من البنك most likely ما حيدوك قرض من البنك، لو قدمت تمشي تشتغل لك في شركة زي الناس وانت اسمك جيكوان شينيكوا لا تويا ما عارفه شنو، ما حيدوك الشغل. اذا انت يعني عايز تدخل، يعني اوكي ما عندك قروش ل تكون ساكن في احياء احسن عشان تكون في مدارس احسن، يعني معظم الاقراض اللي بدوها عشان تفتح لك بزنس جديد بدوها اصلا للاسيويين والعرب والمسلمين الجو داخلين بيفتحوا لك بقاله هنا، يعني بقالات وحاجات زي دي في المناطق بتاعت السود عشان يبيعوا للسود، وهم ذاتهم ما قادرين حتى انه في مناطقهم هم يكون عندهم بزنسز حقتهم هم، يعني الاضطهاد اللي هم عايشين فيه وقصه انه البواليس ذاتهم بيفكوا مخدرات في الاريا حقتهم هم. بس كده في امريكا كان سرقت قلم وبقى عندك فيلوني، تاني ما ممكن تشتغل اصلا، حياتك دي انساها، يعني شيلها وحطها في الزباله. فاتخيل انت لما تكون انت عمرك زي لما يكون انت عمرك بس لايك عمرك 18 سنة، مركت مع أصحابك and you took ما عارفة ويد حاجة، الويد طبعا اللي هو أنا ما عارفة هو شنو يمكن اسمه بانجو يمكن، بس في نص الولايات المتحدة، نص الولايات المتحدة is okay، يعني it's legal، وممكن الزول يكون عنده بانجو اوكي ما بودوك السجن، ونص الولايات المتحدة is يعني حاجة يعني ممكن تدخل الزول السجن. المهم قول لي انت عمرك 18 سنة في واحدة من الولايات دي ومسكك البوليس يوم واحد مركت مع اصحابك صمت البوليس لقوا عندك بانجو دخلوك عمل لك فيلني، حياتك اتدمرت. اتدمرت شنو؟ انت قعدت في البيت بعد ده لا شغل لا مشغلة الا شنو؟ تبيع مخدرات. و
وتخيل يعني أبوك وقفوا البوليس يعني عشان عربيته ما مرخصة ولا حاجة زي، تشاكل مع البوليس دخلوها السجن. بقى شنو الأم بتربي في عيال من غير أبو في البيت، والولد ما قادر يشتغل وبتاع، بس كده يعني حاجة ما بتقدر تمرق منها، ما بتقدر تمرق منها. وفي حاجة بتغيظني جدا 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 جدا، البساطة بتاعت إنه الناس يقولوا شنو ليه السود يعني يعتنوا بنفسهم ويفتحوا بزنسات وكذا. أنا بسألكم بالله، الليلة بعد ما تخلصوا اللايف ده تدخلوا اليوتيوب ولا حتة زي ده، تمشوا تتعلموا عن تلسا وروزوود، مأساة 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 مأساة. تلسا وروزوود بالذات، تلسا دي كان زي في حوالي كم ألف عائلة سودا أمريكية من الأمريكان السود، قاموا ساعدوا بعض، فتحوا أكثر من 300 بزنس، مهندمين متعلمين راقين، أحياء كاملة، حي كامل 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 كامل. واحد من الأولاد بتاعين الحي ده قالوا عاين لوحدة أمريكية بيضاء. بيجت في مشكلة كبيرة جدا، ومشوا ودوه للكورت وما عارفه شنو. قال هو لا، قال عفص في رجله، عفص رجله، مو ماشي، عفص رجله. دي بقت مشكلة كبيرة جدا. بقى عشان يودوه المحكمة، ما المحكمة وبتاع، كانوا عايزين يذبحوا الولد. فلما جو مشوا المحكمة لازم يمشي مع ناس مسلحين عديل كده عشان بس يخش المحكمة ويطلع. المهم شنو يعني، ما حيودوه السجن لأنه حاجة تافهة جدا كده ولا بتاع. والولد رجع البيت. لما رجع البيت، المنطقة كلها دي، المنطقة بتاع التلسة كلها، حرقوها للأرض البيض، مسدسات، حرقوا لهم البيزنسز بتاعتهم، قتلوا النسوان والعيال، والشاهد عيان في نص اليوم حرقوها لهم للأرض. حصلوا تاني في روزوود وحتات زي دي. فالإحباط، تعرف الإحباط والسايكولوجي، السايكولوجي بتاع الناس دين، والإحباط بتاع ما بس السنوات دي، كل مرة أنا أبني شيء تحرقوا ليل الوطا، بعدين يجوا بكل سخرية. لما تجي تشوف الناس هنا في العالم العربي، كمان بيعملوا شنو فوق اللي ده كله، يزيدوا الطين بلة ويزيدوا ملح للجرح وما عارفة شنو، بيقولوا شنو للناس، عينوا دين حرقوا بلدهم برام. الأمريكان تعال نضحك فيهم. تعرفوا بتضحكوا في منو؟ بتعرفوا ليه بيحرقوا في تارجت؟ دي حاجات السنوات دي كلها بعينوا ليها، بنوها بلد، بنوها، ما قادرين يستمتعوا بيها، ما قادرين يستمتعوا بيها. بعين الناس كده بالشباك يعني بيلبسوا حلو بياكلوا حلو. بنوا البلد دي ما مدنهم حقوق أي حاجة. انت لو دخلت السجن ولا وقفك البوليس ولا يهاب فيلوني ما بتقدر تفوت. فلما يجوا كده يقول لهم يا جماعة هدوا هنا، اعملوا فوتين ضد ترامب، معظم الناس اللي في الشارع دي ما بتقدر تفوت، ما عندهم حق انهم تفوت. مشكلة كبيرة جدا في امريكا، مشكلة بتاعت تحلوها بالقانون دي ما بتنفع. مشكلة انه يغشونا تاني يقول لنا بادي كامراز ما عارفة، ما بتنفع. اعملوا فيلمين ما بتنفع. انتهينا احنا من all of this stuff. ابنوا لنفسكم ما بتنفع، حرقوها لنا. فبعد ده احنا في level gear تاني جدا، في gear تاني جدا. والناس دي كلها لازم تصحى، بالذات like المجتمعات الاسلامية والعربية. انا اقول لكم حاجة واحدة عن انا my views، عشان انا ما عايز اطول too much. My views عن الاجتماعات الإسلامية والعربية عملوا شنو؟ للأسف، وأنا بقول الكلام ده بألم شديد جدا، زي اللي قالوهم زول قاعد في الأرض يعني حالته سيئة جدا ورفسوهم، just kicked him، زول في الground and you kick him، جلس شماتة
دي مش جنس شماتة طالع من المسلمين، ما عارفين إنه من أكبر الجاليات المسلمة في أمريكا أمريكان السودان، من أول الناس اللي جابوهم عبيد اختطفوهم كانوا مسلمين، يضحكوا شماتة لأنهم شنو بيشوفوا السياسة الخارجية، ما عارفين إنه الناس اللي بيعملوا السياسة الخارجية المتعبينكم ديل هم نفسهم المتعبين الناس ديل. شماتة ليه؟ شماتة وأنانية. أنانية ليه؟ يقول لك شغالين بالقضية بتاعت الأمريكان دي ليش؟ نو؟ ماذا عن فلسطين؟ ماذا عن بلادنا العربية؟ ماذا عن اليمن؟ ماذا عن really الأصوات اللي قاعد تدخل في 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 الدورة دي مؤسفة، مؤسفة شديد، لأنه بدل ما الناس دي كلها تركز وتنصر جد مساكين. انتوا الاسلام ده يعني انا بقدر بسمع الحكايات بتاع الزول من يعتق له زول يكون سليف، العتق العتق يعتق ده it's very big. في زمننا ده ما في عتق بتاع سليفز، دي اقرب حاجة لهم، دي اقرب حاجة لكم. تقعدوا تضحكوا بس it's funny، مضحك لكم متفشين كده وفرحانين and all of this، والما متفشين والفرحانين زعلانين على انه ليه الناس ما مسلط الضوء عليه. انا جنس انانيه، ماذا عن فلسطين، ماذا عن هناك، ما كونه انك انت تنصر لك زول معناها انه بتنسى زول الثاني، لكن انتوا انا وكل الناس دي عارفه انه شنو في الانتهاكات اللي بتحصل طول الوقت، حتى انها سيئه جدا بتحصل all the time. حتى في أمريكا يومياً في زول بيموت زي جورج فلويد ده، يومياً يومياً إحنا عندنا نفس الحالات دي، لكن ما كل يوم قلنا ماذا عن كده لما كانت حاصلة المشكلة بتاعت السوريين دخلوا للسوريين في البحار، ما في زول عاين الصور بتاعت الطفل ده وجا قال لك ماذا عن زول اتكتل في أمريكا يسترداي ولا كده. بتحصل زي سونامي كده، حاسة ده إحنا في السونامي زي ما حصلت الثورة السودانية، والناس دي كل يوم واقفة في صف العيش، وكل يوم واقفة في صف البنزين، وكل يوم واقفة في صف الأبريثينج. فجأة كده يوم من الأيام الحاجة انفجرت سونامي، الناس قالت لا رجعة. ده الحاصل حاسة ده في أمريكا، ما قصة إنه ماذا عن للانتهاكات الثانية. يا جماعة ركزوا، إحنا في مرحلة إنه الناس دي حتى جوا أمريكا ما قادرت تقتنع إنه Black Lives Matter، يعني حالة سيئة جدا. وبدل ما الناس بتكلموا عن Rights، يا أخي في أمريكا بيفتشوا في Civil، Can we be civil؟ بس الحاجات المدنية العادية دي إحنا ممكن نأخذها، بس يعني التعليم وبس، ما عايزين حاجة كتيرة جدا دون بس ده Civil، ما لاقينه. نقتنع إنه إحنا Our Lives Matter، ما لاقينه. تلقى لك مليون واحد يعترض على الجملة دي، الجملة دي بحد ذاتها بيعترضوا عنها. لكن أنا أقول لكم شنو، للناس اللي عايزين يتغابوا الحتة دي، وللشماتة وللأنانية والناس اللي بيهتموا بس بنفسهم لناسهم، يعني أنا أقول إنه وأنا ما هعدوا، يمكن ده حاجة ما ناس كلها يعني هتقتنع بالكلام ده، لمن الإنترنت قفل في السودان ونحن الأمريكان السود كنا قاعدين برا وقاعدين نقول help 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 السودان قافلين نعمل هنا والثورة وحاصل، أكتر celebrities أكتر ناس بأصوات كبيرة دعمت الثورة من برا كان الأمريكان السود، ريانا، بيونسي، ألل كول جي، يارا شهيدي، جماعة ديل بتضحكوا فيه من ديل، جماعة الشمتانين فيه من ديل، ديل نص ديل وقفوا معانا ولا فكروا فيها اثنين ولا ثلاثة، ولا ضحكوا قال عينه الأفارقة ده قاعدين يجمعون فيهم. في جماعة في حاجات كثيرة احنا لازم نعاين لنفسنا، نعاين لقيمنا، ما بس نبقى نردد اللي بيقولوا ناس الشرق الأوسط ونردد اللي بيقولوا بقية الناس عشان احنا حاسين اننا مضطهدين وامريكا عملت لنا. امريكا is not امريكا، في السياسة ناس الماسكين الحكم ده هم الناس اللي استعبدوا الناس، هم الناس كده، لو نصرتوا الناس ده للأسى ولعله عسى ولعل الخير ده بيعم لحتات تانية. فلازم تفرزوا، لازم تفرزوا بين الناس، لازم تفرزوا بين الناس. For these people right now really
يعني مفروض احنا نجيف معاهم اقل حاجة انه نتعلم الحاصل شنو في واقعهم، لانه ما زي الناس يخط لك صورة من هنا وهنا يقول لك ده نفسه، واقعهم حاجة تانية جدا. It's really 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 difficult. فيعني انا I hope انه people شنو to look at الحاجات دي. والحاجة الأخيرة اللي أنا عايز أقولها للناس اللي بيقولوا إنه ليه إحنا بنقوم ونقع وقايمين واقعين في الثورة دي، وليه ما اهتمينا ببعض البلاد الثانية المسلمة العربية، أنا أقول لكم بصراحة بصراحة كده، وأنا أكون زولة صريحة جدا، نعقلة، ما إنه الزول يعني متحزن مع حاجات، تعال نعقلة. في حاجات كثيرة زي الثورة السودانية قريبة شديد للي بيعانوا منه الأمريكان السود حسانة. أوريكم برلين، أستراليا، نيوزيلندا، ليه الناس اهتمت بالثورة السودانية برا السودان، وأسد ليه الناس قاعدين يسمعوا ويهتموا بالBlack Lives Matter دي أو الثورة دي. مجموعة بتاعت ناس، مجموعة ناس يعني they're civilians، مواطنين، قامت حكومتهم قلبت عليهم بقوة عالية جدا، تانك، مسدسات، all of this، قلبت على الشعب بتاع ناسه. اوكي، دي بالنسبة للناس برا البلد، ما فيها احزاب، ما فيها احزاب، ما فيها بلدين داخله مشتبكه، ما فيها ما فيها، فسهل جدا انه زول شنو يقول ده غلط، موت جورج فلويد ده غلط، ده غلط، انا ما معاش ده. It's easy للناس يقول حاجه زي دي. في السودان كانت it's almost the same، سلميه سلميه، حكومه غلبت على الناس، ما في لايك احنا بيننا وبين نفسنا بنقول في ايادي برا ما اعرف شنو، اتس ناس حكومتهم قالبه عليهم، ما في ضغط بيجي الا من برا بعد ده، لانه ديل ما مسلحين. سو في حاجه كده انبالانس. عاده عادي طفل عمره 16 سنه في المانيا ممكن يقول لك الشيء ده غلط، لكن لما تيجي تشوف ثورات تانية يمكن it's very سيئة. قول الثورة اللبنانية، انت لو عمرك 17 سنة في ألمانيا هتقدر تفهم الأحزاب الحاصلة، في كم حزب، في كم الحاصل شنو، في كم شيخ قبيلة، منو جاب الأول، يعني it's confusing شديد جدا، ويعني أي حاجة فيها أحزاب كثيرة جدا، اي حاجه فيها جوا البلد جماعات كثيره مسلحه، لما يكون المواطنين ذاتهم مسلحين وحاجات زي دي، لما يكون في حرب اللي هي بلدين داخلين ضد بعض، بتلاقي انه ما بالسهوله انه اي زول في العالم يطلع، يعني لانه فيها سياسه وكمبلكسيتي، وفي الناس كتار بخافوا انه يدخلوا في سياسه وكمبلكسيتي وبتاع بلد ثانيه، كمان بتاعت بلد تانية invaded by بلد تاني، وأنا ما فاهم السياسة، لكن لما يكون في انتهاكات بتاعت حقوق الإنسان كتر ده بناسهم ذاتهم المفروض يحموهم، تاني من وين؟ ما عندك إلا الله، أو ناس بيفهموا الغلط غلط وقولوا إنه الغلط غلط. لما الناس يرددوا شعارات ساكت، ماذا عن بلادنا ومهنا وما بيهتموا بينا إلا حياة الأسود في أمريكا أهم من طفل في ما عارف وين، يا جماعة عينوا لها من برا، كل الشفع ديل في الشوارع في البلاد الغربية دي، it's لأنه الـ equation المعادلة clean نظيفة، ده خلاص ما في حسب، ده حكومتنا تريتي، ده دخل من وين، تدخل لبنان من وين، انت في نيوزيلندا what are you gonna do. فدي حاجة، the other thing that I the one of the last things that I actually wanted to bring up. okay so we started off talking about you know this is different ليه
لأنه أي حاجة أدوها لنا قال لنا to do it's not نافع anymore. It's very different. الحاجة الثانية إنه شنو؟ ده وقت إننا إحنا نعاين لنفسنا أولاً كجالية سودانية أمريكية or كمسلمين كwhatever على إنه قدر شنو الإميجريشن لأمريكا ساعدنا وإحنا جينا على أكتافهم. إحنا عيالنا دخلوا الجامعات على أكتافهم. إحنا عيالنا أخذوا scholarships ومنح على أكتافهم وهم لسه حالتهم زي ده بيكتلوا فيهم في $20 وإحنا ننجح وننجح 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 ونطلع نصعد على أكتافهم عليهم عليهم ولما يجي ده يحصل لهم ناسنا البرة يقعدوا شنو يشمتوا فيهم ويضحكوا فيهم حرام يا جماعة حرام يعني this is not right. طيب يا إسراء سامعني فال last thing that I want to say إنه شنو من هنا نمشي وين من هنا نمشي وين صح في حاجات شوية إحنا ممكن نعملها عايزة أنهي الحاجة دي بثلاثة حاجات right في short future أسدى في الأيام الجاية دي إحنا مركزين على إنه شنو يكون في عدالة للملف بتاع جورج فلويد وبريانا تايلر وآمد أبري ده الآخر ثلاثة في مئات الفايلات لازم تتفتح تاني ده حالتهم يعني عمل لهم فيلم دي الناس شغالين فيها الحكومة أخذتها أسبوع عشان بس يخطوا في السجن الأربع ناس دي خطوا في السجن 4400 نفر في المظاهرات ما قدروا يسوقوا لهم ثلاثة بواليس للسجن فيلمت بالفيلم إنهم كاتلين ما قادرين يأخذوا لهم السجن حرقوا البلد دي كلها للأرض what they don't care في النهاية لما الرئيس يطلع he doesn't say أي حاجة تقرب الناس لبعض ف right now واحد عدالة اثنين إحنا عايزين شنو عايزين now إنه يطلعوا لهم معليش هقوله بالانجليزي bipartisan reform للaw enforcement اللي هو قوانين على انها شنو تحمي البواليس من انهم يعملوا اللي بيعملوا فيهم اللوبي بتاع البواليس ده يعني من اكبر واقوى اللوبيز في امريكا اللي هو انه شنو بيأثروا على اي رئيس انت كتلت ما بتدفع من جيبك الدية ولا whatever بتدفع اليونيون اللجنة بتاعت law enforcement مشكلة كبيرة جدا الشيء اللي بيخلي انك تقتل هو كان لما بيقتل فيه مرتاح له لانه عارف انه ممكن انه ممكن يبرره على انه هو بيستعمل الفورس الصح القوة الصح يبرره انه هو يعني he resisted قال انه ما عايز يتكتف whatever بيقولوه الله خربان we have to get done with it لازم يغيروا اللاز دي الحاجة الثالثة group economy right and I think already السود بدوا في الحتة دي في disparity كبير جدا بين السود الناجحين والسود they're locked لسه في المناطق حقتهم اللي هو كانت segregated اللي هو كانت شنو منفصلة عن مناطق البيض للآن عايشين هناك الناس دي ف there has to be help من السود ديل وبقية الخمسين مليون أمريكي أبيض انضم للحملة دي لأنه يحسنوا ال inner cities بتاعة أمريكا okay الماني دي كلها to be pulled هناك عشان يحسنوا المدارس عشان يحسنوا الأوضاع لكن عايزين mental health علم نفس يعني دكاترة بتاعين علم نفس كتيرين جدا ناس دي مدمرين نفسيا احنا كله اللي بنشوفه اوه ده بتاع مخدرات اوه ده بيشرب اوه ناس كعبين جماعة يعني انتوا لازم تعاينوا لهم زي شنو تعاينوا لهم زي شنو احنا قول احنا في السودان كده ولا ده الأخواننا اللي اختطفوه انت اتخيل انه يوم من الايام اخوك اختطفوه ولقيته في مصلحة بتاعت زي تجاري الماحي بليس كده مسكنينه في حتة زي ده وهو سكران وبيستعمل مخدرات انت كأخوه ولا أخته ولا حاجة زي دي بتكون حاني عليه ما بتكون بتضحك عليه
شوف حصل لك شنو، ده عشان انت نو بتكون عايز زو يكون احسن. You want him to be better. عايز يشفى. فده بيكون تركيزك في تفكير خاطئ جدا. شفت بتاع السخرية دي والضحك واللي بيعملوا فيه والشماتة، ده تفكير خاطئ. قيم ما بتاعتنا ذاته. مفروض انه شنو نحسن الناس دي. By giving them services, pooling the money in, thinking about businesses. وانه الناس تحاول تنسى تلصى. والحتة دي انه شنو يمكن نساعدهم وبكرة يحرقوها لنا. لكن you have to try. احنا we have to try تاني وتاني وتاني وتالت. نبني تلصة تاني ونبني روز والتاني ونبني ونبني ونبني. وحنبنيه هناك وحنبنيه هناك برضو في السودان إن شاء الله. شكرا يا جماعة. I talked a lot. فأنا عارفة في ما بنحلم بفضاء أوسع، بنحلم بزمن أجمل، بلاد ميلاد، بلاد ميلاد.